السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل من تيشوف هذا الفيديو. البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ تنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا رب. معكم اختكم وصاحبتكم ربيعه في فيديو جديد. وفي هذا الفيديو البنات ديال اليوم غنزل لكم واحد الوصفه غزاله غزاله باش ترجعي الحبيب ديالك او باش ترجعي الزوج ديالك الا كان غضبان او كنتي مخاصمه معاه. فبهاد الوصفه هذه يمكن لك ترجعي الزوج او ترجعي الحبيب وبطريقه جد جد سهله. فشنو تديروا البنات؟ تتاخذوا واحد الكميه ديال الملح الخشن او الملحه الحيه كيف ما تنقول ليها حنا في المغرب، الملحه الحيه او الملح الخشن. تتاخذي واحد الكميه وتتقربيها حدا الفم ديالك وتتقري عليها صوره الانشراح 7 ديال المرات. تتقري عليها صوره الانشراح 7 المرات، ومن بعد ما تتكملي 7 المرات تتقولي: توكلوا يا خدام هذه الصوره الكريمه بارجاع فلان ابن فلانه بحق محمد وآل محمد. صافي، هذا هو التوكيل البنات. توكلوا يا خدام هذه الصورة الكريمة بإرجاع فلان ابن فلانة بحق محمد وآل محمد. وتتاخذي هذيك الملحة وتتقسميها على 7 ديال الحصص، تتقسميها على 7 الحصات. وكل نهار مع المغرب، كل يوم مع المغرب تاخذي حصة وديريها تحرق. الا عندك المجمر ديريها في المجمر، الا ما عندكش المجمر ديريها فوق البوطه ونقصي عليها العافيه وخليها تحرق. كل نهار تنحرقوا حصه، ويقدر الزوج او الحبيب يرجع في هذيك المده ديال قبل 7 ايام، ويقدر حتى تكملي 7 ايام، يقدر من النهار الاول او الثاني او الثالث، المهم نتوما تديروها 7 ايام. هاد الوصفة هادي زوينة زوينة في إرجاع الحبيب أو إرجاع الزوج. تنتمنى أنكم تطبقوها، وتنتمنى ديروا لايك للفيديو البنات إلى عجبكم طبعا. وهذا ما كان في هاد الفيديو، وشكرا لكم على التتبع ديالكم، وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله.